لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفين الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة ووكيل كلية البيئة بجامعة عين شمس. تحياتي لك دكتور علاء. أهلا وسهلا فيك. دكتور علاء، انطلقت فعاليات يوم إزالة الكربون وهو أحد الأيام الموضوعية التي أدرجتها رئاسة مؤتمر المناخ. دكتور علاء، كان عنوان إحدى الجلسات اليوم هو إدارة المخلفات، كيف لنا أن ندير أو نعمل على إدارة المخلفات حتى نصل إلى صفر مخلفات ونحل هذه القضية؟ هو الحقيقة حضرتك المخلفات هي ثروة قومية مهدرة إن لم يتم التعامل معها لأنها مصدر اقتصادي، وللأسف الشديد أن إحنا الاقتصاديات العالم سواء المتقدم أم العالم النامي كان دايما بيفكر في الاقتصاد على أنه اقتصاد خطي. اقتصاد خطي معناها أن كلما زاد إنتاج السلع والخدمات كلما زادت المخلفات، ولا يتم التعامل مع المخلفات إلا في نهاية الأنبوب. الحل نهاية الأنبوب اللي احنا بناخدها، يا إما نعمل إعادة استخدام يا إما بنعمل إعادة تدوير إلى آخره. تطورت الأمور حضرتك إلى أن احنا بقينا دلوقتي نفكر في موضوع الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري معناه حضرتك أن التفكير في المخلفات لا يكون في نهاية الأنبوب، ولكن منذ بداية دورة الحياة لأي سلعة بتنتج. يعني نبدأ منذ البداية في دورة الحياة عند استخراج المواد الخام وعند تصميم هذا المنتج وإنتاجه. جميع العمليات الخاصة بإنتاج السلع والمنتجات لابد أن يتم أخذ في الاعتبار أن عندما يتم استهلاك هذه السلعة وينتفي الغرض منها وتصبح مخلف أو يعني نفاية، كيف يمكن أن تكون هذه النفاية هي جزء هام وأساسي من المدخلات العملية الإنتاجية من أول وجديد، يعني دائرة مغلقة. فالفكر كله يا فندم تغير الآن، أو الحقيقة يعني من فترة، أن أصبحنا في تطور في الفكر. في الأول كنا كلما زاد الإنتاج كلما زاد النفايات دون أي اعتبار أن هذه المخلفات أو النفايات هي مصدر اقتصادي هام. ثم لما بدأت المواد على سطح هذا الكوكب أنها يعني أصبح فيها ندرة وصعوبة في استخراجها وكلفة عالية، أصبح نأخذ الكثير من المخلفات ونعمل لها يا اما اعاده استخدام يا اما تدوير الى اخره. لكن دكتور علاء، في هذه النقطه تحديدا، هل اعاده التدوير مره اخرى كافي للسيطره لحل هذه القضيه والسيطره عليها؟ للاسف يا فندم لا، لان مش اعاده التدوير لها بعض الاعتبارات الهامه جدا لابد من اخذها في الاعتبار. شق اقتصادي، لابد ان يكون هناك مردود اقتصادي باعاده تدوير هذا المنتج، لان من الممكن جدا ان ما يكونش في مردود اقتصادي وبالتالي التخلص منها سواء عن طريق الدفن الصحي او عن طريق الحرق او الى اخره من الطرق المقبوله بيئيا واجتماعيا ممكن نعملها. والشق الثاني هو الشق التقني تكنولوجي، بمعنى ايه؟ ان مش كل شيء من الممكن ان انا اقدر اعمل له اعاده تدوير. يعني البلاستيك على سبيل المثال يا فندم، مش كل انواع البلاستيك يمكن تدويرها بشكل مرضي بيئيا، لان بعض انواع البلاستيك عند اعاده تدويرها للاسف الشديد يصدر منها العديد من الغازات الضاره زي الدايوكسيد والفلور وهي مسرطنه. وايضا الكلفة الاقتصادية أو الاقتصاديات الخاصة بتدويرها مش مجدية، وبالتالي احنا العالم كله الآن ينظر ليس فقط إلى إعادة التدوير أو إعادة استخدام، ولكن إلى أن دورة حياة المنتج ككل تكون فيها جميع المدخلات وجميع المخرجات بتتم في دورة كاملة متكاملة، بحيث نحاول نكون نصل إلى صفر مخلفات، بحيث أن الدورة تكون مقفولة بالكامل. ما يعتبر مخلف او نفايه هو حقيقه في حقيقه الامر يمكن بسهوله ويسر وكفاءه اقتصاديه عاليه ان يكون مدخل مره اخرى في عمليه الانتاج ودوره الانتاج. لكن هل هذا هو الشكل الامثل لاداره المخلفات حتى نصل الى صفر مخلفات ونستطيع ان نحل هذه القضيه كما قلت من قبل؟ لا، هو الحقيقه يا فندم في هناك هرم في هيراركي لقصه المخلفات. اول كل شيء هو المنع، منع المخلفات. لو اقدر ان انا ما انتجه ليس فيه اي اسراف او تالف او هالف او اي نفايات بتنتج، يعني المدخلات بالضبط زي المخرجات، ولكن طبعا دي صعوبه جدا فمش هنقدر نعمل المنع.
تاني حاجة بنبتدي نتكلم على موضوع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترجاع، في جزء اسمه الاسترجاع ريكفري، اللي أنا ممكن أسترجع جزء من المادة من الطاقة اللي موجودة في هذه المادة وليس كل شيء، يعني مخلفات الإلكترونية أنا بسترجع بعض الحاجات زي الذهب اللي موجود فيها أو الفضة أو بعض المعادن زي الرصاص ولا أسترجع كل شيء. فدي بعض الإجراءات التي يمكن أخذها في الاعتبار، ولكن كثير جدا يا فندم ان ما يحدث ان بسبب عدم وجود التقنيه الملائمه بيئيا التي لا يصير عندها اثار سلبيه بيئيه او بسبب الاقتصاديات انها غير مجديه، فبيتم في كثير من الاحيان التعامل مع هذه المخلفات عن طريق الدفن الصحي او عن طريق الحرق او باي طريقه. دكتور، هذه النقطه هامه جدا وهامه في تناولها، ان هناك بعض من الدول او الكثير من دول القاره الافريقيه لا تملك هذه التقنيات التكنولوجيه الحديثه، فما هو الذي يجب عليها او ما هو الذي يمكن لها ان تفعله حتى تتخلص من النفايات وتتخلص من هذه القضيه تحديدا؟ الحقيقه حضرتك لمستي نقطه هامه جدا، النقطه دي هو الحقيقه الهدف الرئيسي من وجود مثل هذه القمه الامميه الخاصه بالمناخ، لان في النهايه هو وجود اليه للتعاون الدولي، وان يكون هناك تعاون ما بين الدول الغنيه لديها التكنولوجيا العاليه الحديثه حتى يمكن ان هي تشارك الدول الناميه بهذه التكنولوجيا عشان خاطر نقدر نصل الى هدف واحد الا وهو صفر الكربون. يعني هنعمل ازاله كربون ازاي ما لم يكن الدول الناميه زي ما حضرتك تفضلتي دلوقتي عندها التكنولوجيا العاليه وبكلفه قليله تقدر ان هي تستعملها عشان تقدر ان هي تشارك الدول المتقدمه في نفس الحرب اللي احنا بنعملها ضد التغيرات المناخيه. وبالتالي وجود نظام للحوافز الاقتصاديه ووجود نظام لتحفيز الشراكه ما بين المال العام والمال الخاص والاستثمار للقطاع الخاص في مثل هذه القضايا زي المخلفات، ووجود إرادة سياسية حقيقية من الدول الغنية اللي عايزة تشارك بمثل هذه التكنولوجيات العالية، هي دي آليات أعتقد ما نتطلعه من مخرجات هذه القمة، وهذا ما نحن عليه الآن بصدد هذه القضية تحديدا، وهي قمة التنفيذ المقامة حاليا بشرم الشيخ COP27. دكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة ووكيل كلية البيئة بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا لك.